فاحنا جينا مدني، ففي مدني اخذنا شهر ورجعنا الخرطوم. وبعد ما رجعنا الخرطوم كانت الحرب اشتدت مع ضربة اليرموك، جينا رجعنا تاني مدني أخذنا فيها أسبوعين وجينا كسل هنا 4 ذي الحجة. الفكرة ببساطة هو عبارة عن إيجاد أماكن داخل الأماكن النزوح لتعليم الناس في المراحل المختلفة من الابتدائية والمتوسطة والثانوية، هذه المراحل الأساسية. كان لابد من ذلك، وفعلا أنا بخبرتي الحمد لله في التعليم جلست وخططت لتعليم من الروضة، مرحلة الأساس، المرحلة الثانوية، تعليم الكبار، الخلوة،